قادرين تشوفوا الباوربوينت؟ شايفين. تمام. أول شيء يسعد صباحكم كلكم. اليوم رح نبلش بدرس جديد، هو درس دفتر الأستاذ. حكينا بالدرس الماضي عن دفتر اليومية، وحكينا أنه هو عبارة عن دفتر من نكتب فيه كل الحركات المالية، نكتب فيه سري كل القيود على شكل قيود، سواء كانت مركبة أو كانت بسيطة، وبالآخر لازم يكون رصيد المجموع المدين يساوي رصيد المجموع الدائن. رح أرجع هون أوضح كيف. يعني هون لما كنا عم نحل لازم يطلع هون المجموع بيساوي المجموع هون، نجمعهم بالكالكوليتر، نجمعهم بالكالكوليتر، لازم هون يطلع 80,000 مثلا، وهون لازم يطلع 80,000. هيك متأكد إنه حلنا بدفتر اليومية صح 100%. اليوم بدرسنا الجديد رح نحكي عن دفتر الأستاذ. دفتر الأستاذ هو تاني دفتر بعد الدفتر اليومية اللي بيسجل فيه المحاسب. شو بيصير فيه؟ حكينا بالدورة المحاسبية إنه أو بأول درس إلنا بكتابنا إنه المحاسبة بتمر بثلاث أنشطة. أول شيء نسجل العمليات المالية، بعدين نصنف العمليات ونبوبها ونرتبها عشان نعرضها للأشخاص عشان يقدروا يفهموها. لما نحن بنصنف وبنبوب، فنحن بنصنف وبنبوب وين؟ بدفتر الأستاذ. فبعد ما نسجل الحسابات في دفتر اليومية، بيتم تصنيف وتبويب وترحيل هذه العمليات إلى دفتر الأستاذ للحصول على معلومات أكثر دقة، عشان معلوماتنا تكون كثير دقيقة عشان الناس يقدروا يفهموها. دقيقة بس. تمام. إذا بتطلعوا معي هون نحكي عن دفتر الأستاذ، هو سجل ترحل إليه جميع الحركات دفتر اليومية إلى الصفحة الخاصة بكل حساب على حدة، مما يتيح معرفة رصيد كل حساب وحتى متى لزم الأمر. يعني دفتر اليومية فيه مجموعة كبيرة من الحسابات. دفتر حسابات شو هن؟ التزامات، أصول، حقوق ملكية، إيرادات، مصاريف. كل هاي الحسابات سواء كانت اسمية أو حقيقية موجودة وين؟ بدفتر اليومية. بدفتر الأستاذ شو بصير؟ بتم فصل كل حساب لحاله. يعني الأصول سواء كانت أصول ثابتة أو أصول متداولة أو استثمارات، الالتزامات سواء كانت قصيرة أو طويلة، وكل بند لحاله بتم فصله. يعني إذا مثلا إحنا اشترينا أثاث نقدا، فنحن القيد المحاسبي تبعنا شو بيكون؟ من حساب الأثاث إلى حساب الصندوق. بدفتر الأستاذ شو بصير؟ بيفصلوا هدول القيدين لحالهم. يعني بصير لا الأثاث صفحة وللصندوق صفحة. هيك بصير بدفتر الأستاذ، بيعطي كل حساب صفحة لحاله. طيب لما نحن بننقل هاي الحسابات لدفتر الأستاذ، هذا الإشي يسمى عملية الترحيل. يعني هو عملية نقل العمليات من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ. الترصيد هو عملية إيجاد الفرق بين الطرف المدين والطرف الدائن في الحساب، حيث أنه يمثل تلخيص. هلأ أنا عم بحكي لكم المصطلحات عشان هلأ بس نروح نبلش نحل بالترتيب، رح تفهموا إيش بصير في عملية النقل من دفتر الأستاذ. باخذ القيد، برحله على دفتر اليومية. بعد ما أرحله في عندي شيء اسمه عملية الترصيد. إذن أنا لما بنقل من دفتر اليومية دفتر الأستاذ برحل وبرصد. خلينا سوا نستعرض هذا القيد اللي مسجل بدفتر اليومية. القيد اللي مسجل بدفتر اليومية، في حدا فيكم بيقدر يفهم شو هي هاي العملية اللي صايرة؟ أو يحكي لي شو هي العملية اللي صايرة؟ أنا أحكي. تفضلي رينا. مسجلين قيد بدفتر اليومية صار بشركة أو مؤسسة. القيد تقرأي لي إياه؟
المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة. لا اقرأي القيد، بس اقرأي القيد عند كلمة البيان. بس ما في يعني ما في. شايف الصورة؟ الصورة واضحة قدامك. من حساب الأثاث إلى حساب الصندوق وشراء أثاث نقداً. طيب بتقدري تحكي لي شو هي العملية اللي تسجلت فيها هذا القيد؟ يعني شو هي العملية لحتى سجلنا هذا القيد؟ عملية شراء أثاث. أثاث، عملية شراء الأثاث شو هي؟ نقداً على الحساب شو؟ يعني أخذوا من الصندوق. نقداً، برافو عليكي. طبعاً هاي دفتر اليومية هيك شكله زي ما أخذناه بالحصة الماضية. مبالغ مدينة دائنة، البيان، رقم القيد، رقم المستند، رقم صفحة الأستاذ والتاريخ. هلأ شايفين البوكس اللي أنا رسمته تحت؟ اللي لونه أحمر، اللي لونه خمري وسكني. هذا البوكس هاي عبارة عن صورة لدفتر الأستاذ للحساب اللي أنا بدي أحدده. فشايفين رقم حساب، رقم صفحة الأستاذ بدفتر اليومية؟ هذا الرقم من وين بناخده؟ بناخده من رقم الصفحة تبع دفتر الأستاذ بدفتر الأستاذ، عشان لما المدقق أو المحاسب بده يرجع لهاي الصفحة بيطلع أول إشي على دفتر اليومية، بيختار قيود عشوائية، بيلاقي مثلاً إنه هذا القيد مثلاً هي رقمه بصفحة الأستاذ على سبيل المثال 6، مش يروح يفتح دفتر الأستاذ ويقعد يدور على وين الصفحة. من خلال رقم صفحة الأستاذ بيقدر يرجع دايركت للترحيل والترصيد بدفتر الأستاذ سريعاً. عشان هيك المرة الماضية إحنا ما كتبناهم لأنه لسه ما كان في عنا دفتر الأستاذ نرحل ونرصد عليه. حكت رينا انه هاي العملية هي عبارة عن عملية شراء اثاث نقدا بقيمة 500 دينار ب 3/1/2018. بدي تطلعوا كيف شايفين هاي كلمة حساب. في عنا نوع، حكينا نوعين من الحسابات، اثاث وصندوق. حكينا بدفتر الاستاذ احنا بدنا نفصل كل شو اسمه، كل حساب لحاله. هذه الصفحة رح أسميها أثاث، تمام؟ هو الصفحة الثانية رح أسميها الصندوق. يعني أنا عندي صار حركتين، الحركات المالية اللي صارت على الصندوق وعلى الأثاث حسب القيد الموجود بدفتر اليومية. شفتوا القيد بدفتر اليومية؟ من حساب الأثاث إلى حساب الصندوق. أنواع الحسابات اللي بدي أفتح لهم صفحات بدفتر الأستاذ هم الصندوق والأثاث. طيب هاي فتحنا أول إشي الصفحات. طيب كيف بدنا نرحل؟ بدنا أول إشي نطلع الأثاث حساب مدين أو دائن. مين بيجاوبني؟ مدين مدين مدين. برافو يا ركيل، برافو جول. حساب الأثاث هو حساب مدين، حلو الكلام، اتفقنا. وين الطرف المدين في البوكس اللي أنا عامليته؟ هيو شايفين هاي المدين وهي الدائن. هاي هذا الطرف المدين وهذا الطرف الدائن. هذا الخط هو اللي بيفصل الطرف المدين عن الطرف الدائن. حكينا الأثاث هو طرف المدين، فأنا شغلي كلياته رح بيكون هون، لأنه هون الطرف المدين وهيك الطرف الدائن. الأثاث هو مدين. لما بشوف الأثاث بدي أحط هون فيه شو؟ العكس. يعني حساب الأثاث هو المدين، مين الطرف الدائن بالنسبة للأثاث؟ الصندوق. بس الصندوق عندنا بدفتر اليومية هو دائن، لما بنقله على دفتر الأستاذ بده يكون عكس رقم عكس الحساب اللي أنا سميته. أنا سميت هذا البوكس هو حساب الأثاث والأثاث هو طرف المدين، فأنا شغلي بالطرف المدين بنقل عليه مين؟ الطرف الدائن. فالمبلغ هو عبارة عن 500 دينار. البيان نكتب حساب إلى حساب الصندوق. رقم قيد اليومية عندي قديش؟ 3. برافو. وتاريخ العملية 3/1/2018. برافو عليكم. فهمتوا كيف بصير فهمتوا كيف بصير الترحيل؟ طب بس ليش بنحطها عند المدين؟ مو فاهمة أنا.